مساء الخير في قناة 9، مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج عندي من قلك. نحب نرحب بأحلى الجمهور يحضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة ليك. كما تعودتوا برنامج عندي من قلك برنامج اجتماعي، جودي بيان، برنامج اجتماعي. اي انسان عنده مشكله مع حد، اي انسان يحب يتصالح مع حد، اي انسان يحب يعترف بالجميل لحد، اي انسان يلوج على حد عنده مده ما راهش ينجم يجينا البرنامج عندي ما نقولك، احنا في ذمتكم 24 على 24 ساعه بطبيعه الحال. طبعا للمشاركه بالبرنامج يكفي انكم تعملوا ابل والا تبعثوا مساج. انا جو بريفير ابل، ما تخسرش فلوسك يا اخوي، على 28 835 الف، هو الرقم الوحيد للمشاركة في برنامج عندي ما نقولك على قناة التاسعة، هو الرقم الوحيد حتى تبدأ الأمور واضحة، أو الالتحاق بنا مقر القناة طبعا 26 نهج المعمل الشرقية 2. بطبيعة الحال مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك تعرفوها أكيد عندي ما نقولك، نجموا تبعثوا دي مساج، نجموا تحكيوا اللي تحبوا، أيضا بإمكانكم أنكم تجيوا إلى مقر القناة وهذا أسهل برشا ناس أنا نعرف. دونك 26 نهج المعمل الشرقية 2. قبل ما نبدأ الميسيون بتاعنا ونشوفوا حوصلة على الحكاية اللي مش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقولك، نعملوا طلع لزميلة ريهام بن علي مع تحية لها. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. مرحبا بك ريهام. اهلا بك. الاجواء عندك هذيك مريقلة، تهلا عليهم وضيوفنا كل حاضرين. ضيوفنا كل حاضرين ان شاء الله. انا ضيوفي كل حاضرين. ينطلق برنامج عندي ما نقول لك منذ هذه اللحظه حوصله للحكايات اللي باش تتعدى الليله في برنامج عندي ما نقول لك. الليله في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في زوزه حكايات، باش نتبعوا حكاية أنور اللي تبدلت عليه الدنيا وعاش غرائب كيف خرج من الحبس بعد المدة الطويلة اللي قضاها بسبب جريمة القتل اللي مفات وراء القضبان. بدلت علي بارشا حاجات، مثلا أنا الشجرة خليتها كذاكا روحت نلقاها ما عرفتهاش. سي نورمال. شنو الآخر تبدل؟ هي تبقى حتى في النهج نتاع دارنا تبدل كي روحت. شنو الآخر؟ هي ما بينها فوضى يا عتو بعد الثورة. بني واحد وجر كل شيء تبدل. كل شيء تبدل سي علاء. علاش جيتني اليوم؟ كل شيء تبدل، وحتى في امور سي علاء عبيت تبدلت، وعبيت ما اصحابك ما لقيتهمش، واللي مات واللي حرق. لكن البدايه باش تكون مع حكايه اسماء اللي تعاني من مشكل السمنه توا سنين، دمرت لها حياتها وخليتها تحاول تنتحر اكثر من مره. مره مشيت نخف في روبة، نخف في روبة قلت له بالله اعطيني اكبر منك راه بصحتي، قال لي ما ثم اكبر منك كالكردونه. وزني ياسر ما قديت، ماهوش يعني 10 كيلو ولا 20 كيلو بس. حاولت انت؟ حاولت. حاولت توقف الماكلة؟ حاولت. شيء ما نجمتش. اليوم باش نحكيو في موضوع السمنة، واحد من الحالات الطبية والمرضية الأكثر شيوعا في العالم وفي تونس. 22% هذه إحصائيات من النساء في حالة سمنة متقدمة. 22% من سيد توانسة في حالة سمنة متقدمة. 15% من الرجال حسب الجمعية التونسية لجراحة السمنة والبدانة. وفي بعض الأحيان السمنة تتسبب في اضطرابات نفسية واضطرابات جسدية وقلبية واضطرابات لا أراك الله مكروها، توصل إلى حد أن الإنسان ينعزل ويعيش حالات نفسية وجسدية صعبة. في هذا السياق نستقبله مع بعضنا مدام أسماء. أهلا بيك أسماء. مرحبا بيك لله. شنو؟ أهلا بأسماء. مرحبا. أسماء. أسماء مختصف لك. أسماء. مرحبا بيك أسماء. مرحبا أسماء. زيدك شوية. قداش عمرك يا أسماء؟ 25. 25 سنة، إيش تعمل في الدنيا؟ في الدار. عليه في الدار؟ إيش فيك؟ ما نخدمش. عليه؟ استغفر الله العظيم. علاش؟ قاعدة في الدار ما نخدمش. علاش؟ خاطر ما عنديش نخدم. ما قريت؟ ما كملتش قرايتك؟ لا ما قريت، قريت سنة رابعة بطلت. وعلاش؟ خاطر ربي. إيش فيك متخلقة شوية تو؟ وداخلة بعض. قول لي إيش فيك؟ إيش فيك إيش فيك؟ قلبي يوجع فيه من الحكاية. لبيس لبيس يا أخي، كل حاجة وعندها حل، كل مشكلة
وعندها حل. صحيح فما مشاكل حلول فيها صعيب، أما بالنسبة لمشكلتك أنت أو عندي في المقدمة لهنا والله فيها حل هكا ولا بيه. للا حتى نتعرف على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معنا هذا التقرير. طب السمنة واحدة من أكبر المشاكل الجمالية، ظاهرة تتفاقم وتزيد مع تسارع نسق العيش وقلة الحركة متاعنا في اليومي. ظاهرة تزيد تعمق الإصابة بالأمراض والمشاكل الصحية كما القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، والأهم المشاكل اللي تنجر عليها العقد النفسية واللي تخلي الشخص المصاب بالسمنة يميل للإنزواء. هذه حكاية أسمى اللي بدأت تزيد في الوزن من اللي عمرها 20 سنة، والسبب كان مشاكل عاطفية. بدأت أسمى تنعزل حتى على أقرب الناس لها، كانت ديما تلوم في أمها رغم وقفتها معها ورغم أنها كانت لهيت لها ببنتها. سمنة بدأت تزيد، وصلت لدرجة أسمى ما عادش تنجم تتحرك بسبب زيادة في الوزن، الشيء اللي خلى بنتها الصغيرة تبعد عليها. كما ما نجموش ننسيو نظرة المجتمع للشخص السمين والكلام اللي يجرح ويخلي أثر في النفس. أسمى حست روحها عال على أمها وإنها تعبتها برشا، حاولت باش تنتحر، ومن نهارتها أمها غضبت عليها وما عادش تجيها للدار. والليلة جات أسمى البرنامج عندي ما نقولك تحب تستدعى أمها باش تطلب منها السماح وتشكرها على وقفتها معها. يا سوم أشبي أختي؟ عمري 25 سنة. أيوة مولد في سيدي علي بن عون ونسكن في صفاقس. اي توفى بابا وخلينا صغار كل شيء، ام هي اللي قايمه بينا. اي اسمع خذ راحتك اختي، شبيك؟ قولي كان فما حاجه مقلقتك قولي من توا خلينا نحيوها، كان فما حاجه موترتك والا ماكش ألاز ولا تحب نعطيك وقت اخر ولا فرصه اخرى قولي. قولي شبيك شبيك، نجم تحكي بالقدي ولا من غير ما تتقلق؟ نحبك. نعم. دونك بوك الله يرحمه. بابا كان قبل لباس عليه كل شيء، كان الحمد لله عايشين يعني. اي توفى بابا قبل لا يتوفى، صارت الوكات باع اللي قدامه وراه. اي بابا متوفى ماخذ مرأة أخرى وعندها زوز أولاد، وأم خذا أمي الثانية عندها 5 صغار. نحن 3 بنات وزوز أولاد. من هو؟ اي اي يا اخي كي توفى نحن قبل العباد يعني كانت تجينا لدارنا كل شيء. العباد الكل تجي وتوك الغادي وكل شيء، كي توفى باب العباد كل حاجاتنا و ما اقرب الناس لين استغلتنا يعني. ما يقول لك اذا الناس ماله الى ما الى من عنده ماله، كي يبدا واحد عنده الفلوس وتجري في دي الفلوس الناس كل تحاضيه وتقرب له، وكي تبدا واحد ما عندهش فلوس ولا طاحت بيه الدنيا الناس كلها تفلت ما تلقاهمش. الأقرب الناس لينا استغلتنا يعني، ومنحمى بابا كي توفى قبل يتوفى بعنا الدار وبعنا باع كل شيء يعني. علاش باع؟ ما جات ظروف باع كل شيء. باع كل شيء ما خلى شيء. ما قلنا نخليكم لك انتوما للاخرين. واي باع الفلوس اش عمل بيه؟ جات خطيه. خلص باع الخطيه. خلص باع القباضه تلقى. نعم. من شنو؟ تقول لي شنو؟ مش تقول لي ولا مش تقول؟ بابا قبل كان يبيع في الشراب هو. يبيع عنده رخصة؟ لا. خلص؟ اي. اي؟ دونك تشد باعوا فما شكون قود على وقت هو اللي جايب، جايب كاميون معبي كل شيء، قودوا بيه. قودوا بيه دونك خطاه. زيت خطية يا أخي، بيع هو بيع كل شيء، وكانت دار يعني كتبها باسم أمي. اي. باسم أمي يا أخي، ولا يضرب في أمي كل شيء، يضرب فيها وحب حتى يفرق عليها دبوز غاز في الدار. لطف شو؟ شو؟ والأمي الورقة نتاع الدار مشيت تعطيها لجدي. يا أخي باباك مشى لجدي عطاها الورقة نتاع الدار مشى بيعها. شبه ما خلنا شيء، ما خلنا شيء. اللطف برضه توفى والله يرحمه ربي سامح. الله يرحمه وينعمه ربي سامح. اي توفى قعدنا نحن صغار، امي هي امي كذرت الحجله من تمشي هي نحن وراها. اي ما طيشتناش. ظروفكم صعيبه. ظروفنا صعيبه وامي ما طيشتناش وما رحمنا حد. انت قولي علاش السمنه هذه المفرطة كلها قداش توزن؟ توزن 165. 165 برشا اسم برشا. عندك مجموعة من الأمراض ترافق السمنة هذه؟ الدم يا مرة يطلع لي حتى بالعشرية. دونك ضغط الدم. أي. ومرض قلبي، قلبي يبدأ يجعني. ولا وضيق في التنفس. أي. شو الأخ؟ والدخ وفشل الدم ماذا بين حب نربط. وهذه ليش راجع سمحني كله؟
هذه نحكي لك الحكايه طبعا كمل. امي ما طايشتنيش وسكننا مشينا سكننا في دار جدي. دار جدي هذه ورثه كل شيء. امي عطت بيتها يعني الخيل وكل شيء صحت عطت نزلت على بيتها تسهيلو. امي هم ذلونا على الدار كل شيء. جاي اللي يتكلم يقول يا اخي بوك ايش خليلك مش يضرب بيك يعني. هذه شو علاقته بموضوعك انت؟ هذه ما هو بشويه يعني حتى من نص الموضوع هنا هذا هو السبب يعني اللي خلاني هك. لا ما تصورش؟ هي موضوع ورثه ولا لا موضوع؟ ما ولا هو موضوع ما بعد الحكايه. ما كل امي عاد مشت كرينا نحن كرينا وخدمت ما خليت ما خدمتنا. خدمت في البلايص الكل. ريت حبيت انسان في حياتي. حبيت انسان ما خذيتوش ما كتبش المكتوب كل واحد مشى على روح. وهذه اللي وجعتني وهذه اللي دمرت لي حياتي. اي اول شخص هذا حبيته؟ اي. وين تعرفت عليه؟ غادي من بلادنا. وعلاش اختلفتوا؟ علاش تفارقتوا؟ ما كتبش المكتوب قلت كل واحد يمشي على روح. علاش ما كتبش المكتوب؟ ماما قالت لي ما بتهمنيش كل واحد مشي على روح. انا حبيته ياسر حبيته اكثر من الدنيا ما فيها. هو الله اعلم شكون اللي تخلى على الاخر هو ولا انت؟ هو علاش؟ هو قال لي بنت الناس كل واحد مشي على روح. اخسروا فارق يا اسم. هي ما اثرت فيا ياسر هذه. بيان سور تاثر فينا مش نورمال. قداش لها الحكايه؟ لها برشا تولي. قداش لها؟ اي وقت عمري يمكن نحكي 18 كنت بعد. مش تاثر فينا توا بعد 10 سنين اخرين؟ اي ما هي ما هو بعدنا خذيت ولد عم امي. اي شو المشكله؟ ها وربي ينبع عليك براجل اخر. ما خذيت ولد عم امي ومعرس قبل ومطلق عنده زاولين. اي شو المشكله؟ اكبر مني. اي اكبر مني وفوتني داري ب 30 سنه. اي صافا انت وياس عايزه. هو 30 سنه كمان برشا. هو بي دبو دب روحه ما يقلقنيش كل شيء. اي اما انا حياتي مرار. علاش حياتك مرار؟ تحكي لي يا اسم. اول حياتي معاه ونعرف شبيه. ما حب انسان ما حبيتوش ديما الصوره الاخرى ديما بين عيني. انت خذيته ما حبيتوش؟ خذيته على خاطر ما عندناش دار. ما عندناش دار وامي دمرت علي ياسر. امي وسط تخدم في خدمتي. حبيت انه بعد الحكايه هذيك دمرت منها الحكايه هذيك كل واحد مشى على روح دمرت منها. قعدنا وصلت حتى انا واختي نص بيتوا في كوري نتاع غلام حاجيك. خذيته هو باش نستر روح باش نسكن في دار يعني باش نضل فيها راسي. اي ومعك داركم؟ لا دونك حبيت تهرب. هي به وقاعده تصويره الراجل الاولاني اللي حبيته. دونك ما خذيتوش عن حب الراجل هذا؟ لا ما خذيتوش عن حب. عمل فيك عمايل السيد هذا؟ ما عملش فيا. اما ديما الحكايه هذيك ديما مقابل بين عيني هذيك اثرت في حياتي. كيفاش اثرت في حياتك؟ ديما نشوف ان ما وصلتش لحاجه نحب عليها. علاش عملت هكا؟ علاش خذيت انسان اكبر مني؟ علاش ديما نرجع على روحي؟ اي لكن هذوما شوف ايش نقول لك. شوف اذا كان باش تسال توا في العمر هذايا علاش ارتكبت الاخطاء هذوك ما تنجمش تعمل ريواند لتالي، ما تنجمش تعاود ترجع لتالي وتحط روحك في نفس المكان وتاخذ قرار. لا توا صحيح حصل ما في الصدور يا تو افونس يا تقدم وتبني على ما حصلته من النتائج. اما باش ترجع لتالي وتقول يا ليتني عملت هكا ما يفيد شيء. سي لو ما لي في. زيد امي هي امي صدر الحنين الوحيد اللي نحكي لها حكايتي ونبرد لها على قلبي باش ننسى همومي الكل. امي ديما نرجع ندور عليها ديما نسمعها فيها في الكلام. امي يدي كل شيء عيني كل شيء هي اللي ربت بنتي. ترجع عليها ترجع عليها علاش مسكينه اش دخلها هي؟ هي يا رب بنتي راجل دخل الحبس هي وقفت معايا هي كل شيء. هي نقول لها مد لي الحاجه كنسنا نقضي لها هي تقول لها مد لي بنتي. قريت اجر في الروضه ونقول لها برا وحدك قرب علي تقول لي يا ماما علاش ما تهزنيش صغار يهزوهم وانت علاش ما تهزنيش؟ عادي تدمرت عادي دخلت فيها هي. النهار ناقشتنا وامي شدت حبيت انتحر حبيت يدي الكل. وحل هذاك؟ عرفت مش حل. أمي علاش مكبره الحكايه برشا؟ أنا يعني الحكايه ما تستاهلش هذا الكل. فما حاجه اخرى تستاهل ما تحبش تحكي عليها ولا شنو؟ مش بنتي على بنتي حسيتها باش تضيع من يدي. تو عمري مشى سي بعت من شراء.
شو مشكلتك انت يا اسم؟ مشكلتي اني انا تعبت في حياتي وزيد امي باش نخسر امي باش نخسر حياتي باش نخسر بنتي. تخسر امي علاش؟ فاهم علاش؟ على خاطر ديما بالسمنه هذه وبالستريس بالعصب ندور على امي. بشوي شنو هو السمنه هذه الساعه؟ انا حاب نفهم المشكله علاقتك بامك ولا السمنه ولا السمنه بعلاقتك بامك؟ فهمني السمنه هذه شنو دخلها في اللي كنت تحكي فيه؟ باي امي عايشه معايا في الدار. متفهمين؟ امي هي اللي تمد لي، امي هي اللي تقضي لي كل شيء. علاش انت ما تنجمش تقضي ما تنجمش تعمل؟ مثلني وجعني وركابي. انت السمنه هذه كيفاش جات؟ من الستريس ديما نرجع على روحي ناكل ونسكر على روحي. دونك يصيروا لك دي كريز دو بوليمي كبار. ونسكر على روحي ما نخرجش. نسكر على روحي تاكل بطريقه غريبه. ما نهم البنت كل شيء. تاكل بطريقه غريبه. اي ناكل بيت لحد ناكل ومن بعد نرجع على روحي نقول شبيني انا عملت هيك. الحاجه اللي خلاتك تاكل هي هالمشكله هذه. امي ظلمت امي معايا تعالى. ظلمتها فيش؟ هي امي وقفت معايا برشا من ظلمت ديما نرجع على امي فيش. ايه؟ امي مريضه بالدم. قالت لي بنتي هذيك ربي ما عادش تعمل لك تضرب روحك اخر مره. قالت لي نصحتك. لا انا حبيت نعرف تضرب في روحك علاش؟ فهمني ما فهمتش شو المدعاة؟ العباد ما رحمتنيش، العباد ما رحمتنيش، التاكسي العباد دخلهم فيك؟ التاكسي حبسها ما تحبس ليش كان بالكونتير. ايوا بالكونتير التاكسي لا حتى بالبلازا نركبوا بالبلازا لوسط البلاد. اي شو ما يطلعكش عليه؟ كانوا كونتير يحبس لي، نقول له بالكونتير يحبس لي، بالبلازا ما يحبسنيش، يقول لي يا اخي وين العباد باش تركب الاخرين؟ يخموا هكا؟ اي ما عجبكش؟ مرة مشيت ناخذ في روبة، ناخذ في روبة قلت له بالله يعطيني أكبر منكرة وبصحتي، قال لي ما ثم أكبر منكرة كالكردونة. ما يحشمش وما يحيش اللي قال لك. كثر لي هيك حكاية هيك في الشارع نرجع ندور على أمي. ما عجبكش؟ هذا إنسان ما عنده حتى أدنى مستوى الساعة هذا اللي قال لك الكلام. بر الصغار راك متعدي في الشارع هذاك أخزر قول له البقرة أخزر. لا حشاك لا 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 ما با سو بوان لا لا لا. لا اسمع حتى مجتمعنا زاد اللوكس زاد لا يوريك زاد والله والله مش الكل اكيد زاد من اسيدي ونمشي نلقاه مسكر قدامي ما نمشي ناخذ شلايك برا برا اختي ما غيرها تدخل تقلق روحك لهنا نبيعوا الزفالت زفالت نبيعوا الناس الضعاف انت ما تجيكش حد شلايك نقول وراك مش كامله عليا مزيه اخوي باش ندفع فلوسي راهو اعطيني الطاي نتاعي اعطيني انت كان عندك الطاي نتاعي تفضل مرحبا ما عندكش ما تسمعنيش الكلام في الصيف في الصيف لحمي يولي زبده لا الدنيا تسخن وانا نخاف علاش؟ نخاف على خاطر لحمي طيب يولي زبده لحمي طول يعني ما عادش حتى باش حاجه بنتي عمرها 3 سنين وقول لها مد لي تقول لي يا ماما راني تعبت حاولت تمشي للطبيب باش تنقص الوزن حاولت تنقص انت زاده في الماكله زاده حاولت لا حتى نمرض مثال نمرض وليت حتى السبيطار ما عادش نمشي له حبر ما ندخل هكا الطبيب حبر ما يشوفني يقول لي برا ضعف ديريكت نقول له خويا راني مريض بمرض ظهر فهمني ساعه يقول لي برا مره الطبيب قسما بدله قال لي قلت له مثل هني يوجع فيه ما قدش نطبق قال لك برا ضعف نقص لا قال لي تصور انسان نهار كامل هز كراسي من فوق ظهره ويدور بها هكا قال لك قسما بدله والمنطقه هذايا والله شوف اخزر اخزر خزر انا ما نتصورش الطبيب ما نتصورش والله قسما بدين الله ونشتق عيني نورت نشتق بنتي نورت عيني لا عندي باغلى منك يا ربي قال لي كي من هك المنطقه هذايا اي حاله شاذه لا تقاس عليها مش طب كلها سي سور حرام عليهم معليش انا ذري الطريقه اللي قال بها غلطه ما يقصدش الاهانه مشيت نولد بنتي لا يقولوا ازي على يقولوا اكثر منك مشيت نولد بنتي مشيت نولد بنتي القابله تولد فيا قالت لي ركح رجلك قالت لي كان باش تهبط علي رجل باش تقتلني انت والله قسما بدين لي شفت باش نفرح بنتي كاني قالت لي تغلط لي سكين في قلبي عليك عليه عليه حتى الرحمه تقطعت من قلوبنا معناتها انسان عليه بعد ما وسع على بعد لا تولد بنتك يزوك هكا بالكاروسي تزوك ماك والده زوز فرمليات قالت لي باش تحلها فيا انا قالت لها باش ندز بها هك قلت له اختي انا راني ولدت طبيعي ما يصيرش نمشي على رجليا كلام والكلام الوجع هذايا يعني لا مجتمع رحمك دمرتي هز ما رحمونيش ما رحموكش انت حاولت تنقص من الوزن حاولت نقص ما قديتش كيفاش؟ قل لي ما قديتش على غاسي وزني ياسر
وزني ياسر ما قديتش ماهوش يعني 10 كيلو ولا 20 كيلو بس نقص انت حاولت توقف الماكله حاولت شيء ما نجمتش فما حل هذا اللي بيك انت انت علاش تبكي تو انا نبكي على خاطر حياتي باش ندبر حياتي وعيات بنت وزيد شديت جناحات جوز قصيتهم امي لطف عليك امي يا سهله امي ديما نسمع بها في الكلام مع السماحه الكلام انت مشكلتك شنو اختي السمنه قداش قال لك الطبيب باش تولي توزن وتولي لاباس عليك ناتولي 162 اي قداش لازمك تنقص 100 كيلو سينو نقولوا 90 كيلو عندك كوراج باش نحيهم ولا عندي خاطر بنتي يعني تبعني وانا ما تبعنيش لا نتفقوا تبعني ولا اي وعندك ثقة فيا ولا؟ وانت واعية انه السمنة هذه كتلة من الامراض اللي راي باش تدمر لك حياتك اكثر من الدمار اللي كنت تحكي فيه تو. اكثر من الدمار اللي تسمع فيه من المجتمع اللي يتكلم عليك ويهين فيك. لا نمشي العرس، لا نمشي حتى شيء، نهار كامل نفكر على سمنة سمنة مفرطة. ماكش دار امامك قلت لي 165 ما صدقتش. هذا اخر مرة هذيك لها جاي برشا وزنت. وفهمت كيفاش تعمل؟ هذه جارتي يرحم والدها خياط خيط ثاني خيط لك هي يعطيها الصحه على الاقل عندي زوج سينو ما تلقاش منين تشري ما تلقاش حتى كي ناخذ روبه تجيني هيك لازم نهز الخياطه باش نزيد فيها من الجنين اما باش تلقى طايك لا لا مستحيل اي عندك اراده انت ولا ما عندكش؟ هاي عندي اراده انت علاش جيتني اليوم ساعه؟ جيتك على خاطر امي على امك علاش؟ خاطر رجعتها ياسر تعالى تعبتها ياسر تحب تطلب منها السماح باهي موضوع السماح خليه من بعد كنت فهموا فيه شو اسمها امك؟ رشيدة سسمة؟ رشيدة رشيدة اللي لا تكون موجودة بحثنا في برنامج عندي ما نقولك